بعد أيام من نجاحهم في تسلق كيتو، ثاني أعلى قمة في العالم في منتصف الشتاء، احتفل متسلق الجبال النيباليون بإنجازهم تحت الأضواء بعدما أمضى مواطنوهم قرناً في ظلال المتسلقين الغربيين. وكانت قمة كيتو الواقعة في أقاصي باكستان على الحدود مع الصين آخر القمم التي صمدت في وجه بعثات التسلق الشتوية بين تلك البالغ علوها أكثر من 8000 متر. فريقنا يشعر بفخر شديد، وأعتقد أننا وجهنا رسالة واضحة للعالم أنه عندما نتحد لا شيء يبقى مستحيلا. نشكركم جميعا على تواجدكم هنا هذا الصباح، نشكركم جميعا. وتظهر براعة هؤلاء المتسلقين النيباليين قيمة إثنية شيربا والدور الأساسي الذي لعبه أسلافها منذ الرحلات الاستكشافية الأولى التي قادها الغربيون في بداية القرن العشرين. الكثير من المتسلقين حاولوا الوصول إلى قمة كيتو خلال الشتاء لكنهم لم ينجحوا، لذا فهذه لحظة فخر كبيرة لبلدنا، وأيضا هو إنجاز كبير لكل المتسلقين. وتتعرض كيتو في الشتاء لرياح شديدة قد تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، وقد تصل درجات الحرارة إلى 60 درجة مئوية دون الصفر في بعض أجزائها.